بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5th grade, good morning everybody. I hope all of you are okay. Today, inshallah, we are going to start our unit. Unit 9, let's eat. Yes, our new unit, اللي هي unit 9, let's eat. If you look at the picture, what can you guess? What does this picture express? It expresses a restaurant. يعني إذا طلعتي على الصورة الخامس راح تشوفي إنه هاي الصورة بتعبر عن restaurant. يعني there are many persons here in the restaurant. واحد عماله واقف, he is standing and hanging and carrying a bell. واقف عند الكاشير يدفع فاتورة. هذا عماله reading the menu. يعني الصورة واضحة وما بدها أي شيء. طبعا زي ما احنا متعودين قبل ما نبلش أي وحدة جديدة بدنا نبلش بالword power تبعها لحتى نكون word power. Listen and say the words. نكون لما نكون نعمل conversation نكون فاهمين كل شيء كل كلمة فيها. طيب how often do you eat out? How often do you eat out? كل قديش أنت بتاكل برا؟ طبعا مع أوضاعنا الحالية وكورونا ومحظورين ما في لا restaurants ولا غيره للمصالح العامة. طيب بس بالأيام العادية how often do you eat out؟ كل قديش أنت بتاكل برا؟ يعني ممكن نقول إنه I eat in restaurants one a week مثلا أو once a month. أنا ممكن باكل مرة بالأسبوع أو مرة بالشهر بالأيام العادية, بس أنا I don't like eating in the restaurants, ما بحب الأكل بالمطاعم. Okay, two. Where do you usually go when you eat out? وين بتروح لما بدك تطلع تاكل برا؟ في ناس يعني بحب ياكل في مطاعم معينة, بدك تقولي وين. Who do you usually go with when you eat out? مع مين بتروحي؟ إما friends أو with my family. Do you like food from other countries? هل بتحب أكل من بلدان تانية؟ يعني في ناس بقول I like مثلا Indian food أو I like Italian food أو I like مثلا Chinese food. يعني كل ناس إذا بحب أكلة من برا تانية. What do you like? What do you like? أنا والله I like الإيطاليان فود لأنه معظمها جبنة وأشياء يعني بسيطة وزاكية. أما بالعادة I like the Arabic food, أنا بحب الأكل العربي. طيب look at the pictures وخلينا نشوف كل واحدة شو معناها. One restaurant. اللي هو مطعم. هاي الصورة expresses a restaurant. Two, look at this. Two, bill. هاي الفاتورة اللي بتكون انت طالب الاوردر فيها وبيجيب لك الشاب المحاسب او المسؤول عن ادارة المطعم بيجيب لك البيل اللي بيكون فيها قديش حسابك فاتورة. Two, bill. Two, bill. Three, pay. This man is carrying a bill and is waiting to pay it. Pay, يدفع. Three, pay. يدفع. Four, reservation. هاي البنت قاعدة عملها بترد على التليفونات. يعني في ناس كتير قبل ما يروح على المطعم he calls the restaurant and asks for reservation. يعني قبل ما يروح المطعم بيتصل على إدارة المطعم أو الناس المختصين وبيعمل reservation اللي هو حجز. For reservation. Reservation حجز. For reservation. حجز reservation. Five. Look here. Five. Beverage. Beverage اللي هو يعني بمعنى آخر مشروبات, إما عصير أو شاي أو نسكافيه أو قهوة, أي نوع من المشروبات بنسميه five. Beverage. يعني مو عصير, أي نوع مشروبات بنسميه beverage. Five. Beverage. Six. Dessert. Dessert اللي all of us like dessert. Dessert الحلو أو الحلويات اللي بناكلها بعد الغداء. Dessert حلويات. Six. Dessert. Six. Dessert. حلويات. Okay, what is seven? Seven. Waiter. Look at this man. He is
standing and listening for this man about the orders. هلا هذا واقف عمال بيسمع هذا الشاب شو بده يطلب منه وبيسجل الاوردر تبعه على دفتره. اذا this man is the waiter. waiter النادل او الجرسون احنا بنحكي له. النادل نادل المطعم. waiter. 7 waiter. 8 order. هذا this man is asking for his order. يعني بيحكي له بدي مثلا I would like to eat pizza. I would like to drink orange juice. عماله بيعطيه الاوردر الطلب. order طلب. 8 order. look here. 9 chef. chef. look at this man. من لبسه انت you can guess انه this is the chef. طباخ او الطاهي. chef. 9 chef. الطاهي او الطباخ. على فكرة كل الطباخين لهم هيك نصحين وبيحبوا الأكل ودايما لابسين طاقية الطهاة هاي البيضة والمريول الأبيض. لازم يكونوا clean and professional. لازم يكونوا نظاف ومحترفين بالطبيخ أو بتحضير الأكلات الزاكية لحتى يحافظوا على زباينهم بالمطعم. طيب 10 menu. look at this boy. he is reading the menu and he wants to choose because he is wonder. يعني هو متحير ايش بده ياكل فماسك المنيو ونازل يقرا منيو اللي هي قائمه الطعام. 10 menu. 10 menu. 10 menu. احنا بالعربي بنقول انه خلينا نشوف المنيو ايش فيها اللي هي قائمه الطعام. طيب 11 11 appetizer. appetizer اللي هي الأشياء اللي جنب الأكل بتكون يعني بتفتح النفس. مخللات، متبل، فتوش، فتة حمص، whatever من الأبيتايزرز هاي اللي هي المقبلات أو فاتحات الشهية. 11 appetizer. 11 appetizer. في ناس يعني there is some or many people would like to eat مثلا aubergines متبل باذنجان او حمص او مثلا سلطة مخللات او whatever او دوالي. احنا بنعتبر الدوالي appetizers وبنفس الوقت بتكون main course احيانا. طيب المين كورس شو هي اللي هو الطبق الرئيسي. 12 main course. الطبق الرئيسي اللي بيكون جنبه appetizers. المين الرئيسي احنا عندنا main courses like منسف، مقلوبة، كبسة، كوسة بندورة أو كوسة بلبن. يعني المين كورس اللي هو الطبخة أو الطبق الرئيسي اللي بيكون جنبه الأبيتايزر. الكلمات سهلة كتير وبسيطة يا خامس. بتمنى أنكم تكتبوا المعاني على الكتاب وتحفظوهم in order to do the exercises later. هلأ خلينا نفتح الوركبوك. الوركبوك في عنا تمرين في 10 أفرع. رح أشتغل معكم 5 وأترك لكم 5 homework. use the words below to fill in the blanks with the correct word for each sentence. بدنا نختار أي كلمة مناسبة للجمل. 1 I think that pumpkin pie is my favorite. البامبكن باي اللي هي فطيرة اليقطين اللي فيها عسل وسكر. هاي أكيد رح تكون هي dessert. هي الحلو المفضل تبعي. I like the drive-thru because we get to our food from the car. لا أنا بحب التوصيل يعني أوردرات التوصيل لأني أنا بقدر أوصي على إيش الأكل تبعنا من وين عن طريق التوصيل اللي هي هلأ يعني معظم الناس بهذا الوقت بيتعامل فيه اللي هي to order. يعني بعمل الطلب عن طريق إيش التليفون وهم بوصلوا لنا يا delivery عندهم خدمة التوصيل. طيب 3 My father is going to for dinner with a credit card. بابا رح يدفع للعشاء عن طريق إيش يدفع to pay for dinner with a credit card. بده يدفع عن طريق الكريدت كارد. طيب 4 She made a فراغ for 8 p.m. at the restaurant nearby.
هي بدها تعمل ايش؟ ريستورانت ولا حجز؟ آه على الساعة 8 هي بدها تعمل ريزرفيشن الساعة 8 بالمطعم. طب the last one, my friend and I ate at an Indian restaurant. أنا وصاحبي أو أنا وصديقي أكلنا في مطعم هندي. هلا بضل عندكم 5 sentences, you have to do this them as a homework. الله يعطيكم العافية. خامس, درسنا سهل وبسيط. إن شاء الله we are going to continue the reading and conversation in next lecture. الله يعطيكم العافية. This is your teacher سهير شمعون. Good luck للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.